طبعا حنين سنتحدث عن العناية بالمرأة وأيضا الرجل وكذلك أيضا الطفل. ملاحظة وأكيد المشاهد أيضا ملاحظ معنا أن كوزمتك حاضر معنا في هذه الفقرة، فدعونا نرحب بالأستاذ عبد الله العبثاني مسؤول العلاقات بكوزمتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. سعداء في هذه الفقرة العناية بالبشرة وأيضا الجمال. حدثنا بداية عن النصائح لاختيار منتجات العناية. طبعا أستاذ سالم، يعني لازم لو بتحتاج يعني أنك تتكلم على أي حاجة منتجات تختارها أو شيء زي كذا، لازم أول شيء تعرف نوعية البشرة. أنت علي، فهذا مهم في الموضوع ده. فنوعية البشرة يعني في عندنا 4 أنواع البشرة، تمام؟ في عندك البشرة العادية، وهذه البشرة الممتاز فيها أنها تكون دائما مناسبة لأي أجواء، لامعة ومشرقة دائما بشكل عام. تيجي بعدها البشرة الجافة، اللي هي عشان تعرف نوعية البشرة الجافة اللي هي تطلع فيها زي الجفاف وتشققات واحمرار، فهذه البشرة الجافة. تيجي بعدين البشرة الدهنية. هذه الدهنية هي من أهم البشرات، اللي هي لازم أنك تختار نوع ممتاز لها، يعني لانها تعمر على الافرازات حول الجبهه والجبين الخدين والدقن. فهذه مهمه. وفي بعدين البشره المختلطه، هذه البشره المختلطه تكون افرازات بس حول الجبهه، اما الجبين اللي هي تكون جافه. فهمت علي؟ فلازم انك تعرف نوعيه البشره عشان نقدر نحن نعطيك منتجات او اي اشياء تكون خاصه تناسب نوعيه البشره، لان اذا ما حددتها ما راح تقدر تختار. يعني مش اي واحد يجي يختار اي نوع ما لم انه يعرف ايش نوعيه بشرته. حتى ممكن عادي للموظف اللي موجود اللي يستقبله يقول له والله انا ما انا عارف ايش نوعيه بشرتي، راح ينوره. وإذا حدد له نوعية بشرته بيقدر يحدد له المنتجات اللي تناسب. وتختلف طبعا من المرأة إلى الرجل إلى الطفل أو إنها واحدة؟ لا، هي واحدة بشكل عام. لكن في منتجات يعني عندك زي هذه غسولات، هذه تناسب مثل البشرة الدهنية، هذه تناسب بشرة جافة، في أيضا برضو تلاقيها تناسب بشرة العادية. في بعضهم مكتوب، وفي بعض المنتجات هي تناسب جميع انواع البشره بشكل عام. هي عباره كلها هذه عن مختلطة. هذه البشره مختلطه، فكل مرطبات كل بشره ولها غسول وجه مناسب وجه لها، او مقشر وجه او اشياء زي كذا. يعني طيب احكي لي عن الترتيب الصحيح في استخدام منتجات العنايه اليوميه. دائما لما تستخدمين يعني اول حاجه تبدا بالغسول، تمام؟ وبعد كذا تقدر تحطين التونر على الوجه، وبعدها السيروم، وبعدها كريم مرطب او واقي شمس اذا كان بتطلعين برا. طيب احكي لنا عن كل واحد بالتفصيل، لان المشاهدين ما يعرفون ايش هو التونر. الغسول معروف. الغسول هو اول حاجه تنظيف البشره، هي اهل اي حاجه استقبال اي شيء. التونر ايضا زي نفس الشيء، يعني منظف، ينظف بفعاليه يعني اقوى من موضوع الغسول. فهمت علي؟ ويأهلها استخدام السيروم اللي بعده. السيروم هو معروف، كل سيروم له، كل بشرة لها سيروم معين. لا، كل سيروم له خاصية معينة، يعني تلاقين مثلا ابحث عن النظارة، في سيروم يبحث عن النظارة، في سيروم لا يعالج مشاكل مثلا علاج الحب الشباب وشي زي كذا. فكل سيروم له مفعوله. وبعدين اخر شيء نجي لموضوع الترطيب. ترطيب مهم بعد استخدام هذه الاشياء كلها، لازم تحط مرطب او واقي شمس قبل ما تطلع بنص ساعه كذا، تحط الواقي شمس بعد تطلع الشمس. نعم. طيب بعض المنتجات هذه الموجوده حتى في السوق بعضها مقلده، هل مثل هذه المنتجات والمستحضرات تضر بالصحه او بالبشره بشكل عام؟ ايوه، هي في نوعين، يعني عندك حتى التقليد يمكن نوعين منه. فهمت علي؟ في تقليد يعني هذا مره أسوأ الاحتمالات، يعني تقليد مره مو حلو، تمام؟ وهذا عيبه انه يسبب مضاعفات للبشره. حتى لما احسها المستخدم في نفس الوقت، لا، مع مرور الوقت تبدا تلاحظ انه في انتاج عكسيه لها. وفي بعض التقليد لا، جودته اقل. تمام؟ فهو ما راح يعطيك المفعول اللي حيعطيك اياه المنتجات الاصليه، يعني اللي هي 100%، راح يعطيك مفعول لحظي يمكن. فهمت علي؟ نعم. هذا الفرق اللي ما بينهم. يعني في منتجات تضر بصحه المراه الحامل؟ المرأة الحامل هي في منتجات خاصة بها. وبالنسبة لموضوع المرأة الحامل، هو الأفضل أنها تتجنب موضوع المقشرات، أشياء يعني زي كذا تضر بالحامل. فهمت علي؟ بس في يعني عندك في أنواع تجي خاصة فيها خاصية أنها ممكن تنفع المرأة الحامل، يعني عندك زي هذا المرهم سكينيوري. أحكي لي عنه. هذا ممتاز موضوع حب الشباب، علاج حب الشباب إذا كانت خفيفة، آثار حب الشباب. ينفع برضه تصبغات في البشره، ويعطي نظاره في نفس الوقت، وامن وما يضر بالجنين، وامن ما يضر بالحامل. هذا الوحيد يعني اللي احسه انا امن، يعني فهمت علي؟ وفي منتجات برضه تحتاج لها يعني شو اسمه الحامل، المراه الحامل، هي وقت الولاده او بعد الولاده. يعني عندك زي هذا، هذا لوشن
يعمل بعد الولادة. فهمت علي؟ تحطه هذا ينفع موضوع الترهلات في البشرة حقيقة الحامل وزي كذا، فينفع معه هذا، ينفع العلامات التمدد اللي تطلع تشققات بعد الولادة. أيوة بعد الولادة. وبرضو هذا الزيت اللي هو البيويل، هذا له أشياء واجدة يعني منتج فوائد كثير. هذا أيضا بعد الولادة، هذا ينفع برضو حتى أثناء الولادة أثناء الحمل يعني أثناء الحمل. أيوة يعني عاد ما في أي مشكلة يعني، في منتجات شو اسمه، في أشياء علامات البشرة أشياء زي كده كله يعالجها، وهذا آمن برضو للحامل يعني لو بتستخدمه أفضل من أنها تستخدم أشياء ثانية تضر بالجنين يعني. أيوة بصحتها. صحيح. طيب ما هي الخدمات التي يقدمها كوزمتك؟ طبعا حرصنا في كوزمتك على تقديم المنتجات أنها تكون أصلية 100%، هذا أول حاجة، وتكون مفحوصة من هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية. فمنتجاتنا أغلبها تجي أما من السعودية أو تمر عن طريق المملكة العربية السعودية. هذا واحد. اثنين حرصنا على في خدمة التوصيل عندنا، سوينا قسم خاص بالسوشيال ميديا اللي هو لل شو اسمه لا اله الا الله، عندنا توصيل مجاني داخل مكلا، داخل مكلا كامل وضواحيها مجانا، والتوصيل الى جميع المحافظات اليمنيه بمبلغ رمزي ناخذ منه، وفريق كامل مختص في موضوع الردود يعني في تجهيز الطلبات في ارسالها في نفس الوقت في نفس يعني خدمات متكامله يعني الحمد لله. نحاول يعني نسعى ان نكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك عبد الله العبثاني، سعدنا بهذه الفقره والحديث ايضا عن العنايه والجمال الخاصه بالمراه وايضا الرجل وكذلك ايضا الطفل. نعم.